بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني ولي وحن كل حجرنا كتابك شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمة الله عليه. شيخ حليه والإيمان همين بأن الله تبارك وتعالى إله سبحانه وتعالى سريه هو الذي كلم موسى ابن عمران. إله سبحانه وتعالى وكيل الله اللي نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وكلم موسى تكليمه يوم الضور ما لنت جبل الضور، وموسى أنا يسمع من الله الكلام. إلهي موسى نبي الله موسى إله هذا كيس أيوكم مغليا بصوت وقع في مسامعه، صوت لقيه سكون داعي لا من غيره ما غير كيس مايا. فمن قال غير ذلك نكير هذا إله سبحانه نبي الله موسى لما حضلين فقد كفر بالله العظيم. شيخ عليه إله سبحانه وتعالى هو قالوا وأشغنا أمره أنا ما تضحي قف إنه وقوه الله أقنت هذا أوليه. والعقل مولود عقل كل لا ضواي أما لا شر، ووعد كل إنسان من العقل قفل بعقله وحال سيء ما أراد الله إلهي وحده ده كل عقل ما برحمة الله عز وجل. يتفاوتون في العقول عقل ويكون التجيان وكل بديهن مثل ذرة في السماوات مثل بحش وحير وسماوات الحضور اللي ما هي قيمة لا ذي مايا. ويطلب من كل إنسان من العلم قفل وحال قتل به علمك على قدر ما أعضاه أعضاه من العقل. أنت عقلي سلسيب على قدر البيان، وليس العقل باكتساب، عقل مهم إلا شقيسته، وإنما هو فضل من الله تبارك وتعالى معنا وهو فضل إلهي وبحير سعقفك حفظك أي وحلم إذا تبرين كلا، لكن عقلك إلهي سبحانه وتعالى يا بحير. وأعلم شيخ حرقو أن الله فضل العبادة بعضهم على بعض. إلهي سبحانه وتعالى ضمك قارب قارك وكفض لي في الدين والدنيا، دين كان ولو كان فضل تلك الرسل فضلنا بعضها ولا بعض الدنيا ولو كان فضل لي عدلا منه معنى عدل حق ساعتي لا يقال ارمى جار ولا حابة. إلهي معنى جور بسمي أما قف جعل ليس وحسية لديه ماي. فمن قال قفك إلى هذا إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فضل إلهي وسيء قال كي مسلم كبا وسميه فهو صاحب بدعة وين معنى صاحب بدعة معنى وهي قلت على قد دين واي لكن دين فلان ولا عقله فلان يوم حل قاله وفلان ومسلم أي فلان وسكون قاله وسكون ميزانية وسكون ما شر واحد بعتمر لكن دين تمايا دين تو عندنا قف إله الدين سيء قف إله الدين سيء شغل ما بل فضل الله المؤمن على الكافرين بل إله سبحانه وتعالى المؤمنين وحكفض اللي قاله والضايع على العاصي إله كنك إله ضايع إله وقاسر وحكفض اللي كان عاصيا والمعصوم كيل دوري على المخذول كيل الدليستي ام حال الله عدل منه الى حق وحري عدل من الله عز وجل هو فضله يعطي من يشاء كاس الى فضل جيس قف دون يوسيا ويمنع من يشاء قف دوننا واكعليا. ولا يحل وحول حلال ماهن ان تكتم النصيحه للمسلمين مسلمين تم حال ان نصيحه كقرس حق ماهن برهم وفاجرهم كود محل الله بارغا محل الله يكود فاجر كان ونصيحه في امر الدين معنى الدين كوحي كتعلقه فمن كتم قفك قرية فقد غش المسلمين المسلمين تأيوا محال الله وخيامي ومن غش المسلمين نكى مسلمين تغياش خيامينا فقد غش الدين دين تأيوا محال الله خيامي ومن غش الدين نكى دين تخيامينا فقد خان الله ورسوله والمؤمن الله المؤمنين تأيوا محال الله أي رسول كيس أيو خيامي معنى قفكم مميكا ولالك عداد خالدكو أرقتو إن أدوغن نسيحيسو حدي وناك عدل أرقتو إن أدوغن نسيحيسو معنى ووحى ذق روح بضل. والله تبارك وتعالى ألا سريه سميع على مغلوي بصير أركوي عليم وحوه يداه مسوطاني لبذي سقع مضوى فريهين قد علم الله إلهي وحوه قاذي أن الخلق يعصونه دتك إلى عاسين دونان قبل أن يخلقهم انتو سن أبور انكهر علمه نافذ فيه علمي سنة وحوى كفر يوي فلم يمنعه علمه علمي سأموسا ديدين فيهم لحظة أن هداهم الإسلام إسلام قيلوا كهنونين ومن به عليهم كرما إلهي يكون من يستي كرم إي وجودا سيسمو إي وتفضلا مع الله ومن عليهم إلهي يكون يستي معنا كرما وفضلا وجودا إلهي سبحانه وتعالى كرم كيسي فضل كيسي يجود كيسي يكون من يستي فله الحمد إلهي سلم هذا إسكرا شغله وعلمه أن البشارة عند الموت قفك الله بشارة مركو لمنيو ثلاث بشارات وحوين سدح بشارة ضوي قف مركو لمنيو يقال وحل أرنيا أبشر يا حبيب الله بشارة سو إلهي حبيبك يسيو برضا الله والجنة إلهي لا ليها نشيس إي جنة ويقال وحل أرنيا أبشر يا عدو الله
كي إلهي ديدين وحالي عدوك إلهي بشاريسو بغضب الله والنار إلهي عرديس يا نارت إلهي نقبت بادية ويقال وحال أورنيا أبشر يا عبد الله أدوك إلهي كبشاريسو بالجنة جنة بعد الإسلام إسلام قد أشيس مكان إسلام نغطي جنة وشره هذا هو القول ابن عباس وركع عبد الله ابن عباس إياه لذوري وأعلم شيخ بحيه هو أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة dadka ugu horeeya oo ilaahay subhanahu wa ta'ala maalinta qiyaamo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala fiirinayo waa al adirra dadkii noolayaasha adduunka ku ahaa dadkii dabooshaha ayaa maxaa lagu horeeya ee hadalkaasina waxaa lagu wariyay imaam daily ma fi kitab al firdaws dhir akhbar oo kuri laakiin sanad ahli ilmu waxa ilayhin waa dhaif ee samar ibn jubdan maxaa lahaay ee waxa laga wariyay hadd marfuuc ah laga wariyay okay thumma ar-rijal wa iyaku khadimna thumma an-nisaa wa bi'ayni ru'usihim subhanallah maya wa alam anna awwal man yadhuru ilallahi tabaarak ta'ala ee dadka ugu horeeyay ilaahay arkay maalinta qiyaamo waxa uu aadaradkii noolayaasha ayaa markoo ilaahay arkay thumma rag ayaa ku xiga thumma dumar ayaa ku xiga bi'ayni ru'usihim indhooday ku arkayaan كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله تولي وحد اركي دونت ربينا سدا ادو اركيسان مخله ديا حبينك اي افتينك او جرو وين هي لا تضامون في رد معنى اركتي اركتي الله الله سبحانه وتعالى ذي كيرين مايو والايمان بهذا واجب كنول رمي واجب وينكاره كفر لبيدر وا غالبا شيخ رحمه الله عليه وعليه واعلم رحمك الله ugu ruuxa ilaahay ku naxariisay annahu ma kana zindaqatan macna zindaq macna qof ku laba diimoolad ma jirto qad waligi wala kufun qalimo wala shakun shak wala bid'atun bid'a wala dalalatun ibadi wala xiratun fi diin qofka diinta uu ku wareero illa min al-kalam macna ilmu kalaamka aan nusuus talaheen ayu wax iska yimaada wa ahlul kalaami dadka ahlul kalaamki wal jadal dort wal mira'i wal khusumati سبحان الله ويقيد من هالكلام يذكر محل كلامك أهل الجدل كأيو كيمانية والعجب شيخ حلو حيامه كيف يشتري الرجل قف سدبه قولي رنيا على المرأي ضوط والخصومة ضوط والجدال والله تعالى يقول إلهي نوح إليه ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفر ما الضوض ومرق مقريه آياتك إلهي هذا ماذا إلهي إلا قف محل الله كو قالوا ويموي فعليك قف يا مسلم كو حقرك هذا بالتسليم هجانسين والرضا راليها شو بالاثار اثار عسل لقولي ايوا اهل الاثار نسكي اهل الاثار اثر كحديث وريا ايوا الكف وحدا نقول كو استغتو والسكوت وحدا علم هذا قارن او محلك امستو وحور والايمان فمين بان الله تبارك وتعالى يسري يعذب الخلق خلقي انه نارا في العذاب النار ذات في الاغلال حرقه والانكار اي والسلاسل كل حرق له خيرايو اي والنار فنارنا في اجواف علوش النار كبخسميسو وفوقهم كركودا وتحتهم هوستودا وذلك سنة ان الجهميه منهم هشام الفود الكرم قالوا انما يعذب الله عند النار وحردتك نارت اكتدا لو عذاب يي العذاب مهم ورد على الله وعلى رسوله هذا القاسي قال لي رسولك ايا لو ردينا يا بولين شيخ رحمة الله عليه وحليه واعلم أن صلاة الفريضة واجبك خمس صلوات شنوي لا يزاد فيهن لزياد مايو ولا ينقص في مواقيت وقتي أنا محلق نقصا من مايو وفي السفر ركعتان إلى المغرب سفر كان وحول لبر ركعة مغرب كم موية معنا ظهر لبو عصر لبو عشاء لبو محل الله صلاة سبحانه أسر والله إيه مغرب كموية فمن قال أكثر من خمس قفك إلى هذا الشن وحكبضا فقد ابتدع معنا شن صلاة كبضا واجب أنك إلى هذا بدعو الليمين وحيري ومن قال أقل من خمس معنا شن صلاة وحكير ما لدكي لقف لدنا أسوان فقد ابتدعو الليمين لا يقبل الله منها شيئا منها إلهي حمك أقبل ما إلا لوقتي وقتي هذا مهم إلا أن يكون نسيانا قف إنه في منسيها فإنه معذور يأتي بها إذا ذكره مركو حصوصته أي دكانية أو يكون مسافرا مسافر إياه إذا أو كيكون مسافرا فيجمع بين صلاتين إن شاء لما صلاة مركي ودوره أي مركة وكل من إياه أنت أدرسك حكو كل من دانه عن كتب في حفظ الله جل ورعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.